سبعه بالبلوك شوتس، هي سبعه بلوك شوتس عاملها مرتين بحياته الاحترافيه. لنشوف اليوم قد ايه رح يخلص المباراه. هيدي البيك اند رول الممتازه، هيدي البيك اند رول يلي اشتهروا فيها. وائل للمجري بسدد عن الارك. قلت لكم هاللاعب خطر بالتسديد المسافه البعيده. كمان سايد بول هايك بسدد، بسجل تاني ثلاثية لهايك جيوك شام الجيم. الفرق ال 11 نص دقيقة تقريبا بيبقى من الكوارتر الأول. علي مزهر حلوة كتير يا علي. السنيك عم يفرجينا سرعته، بسجل أولى نقاطه بالمباراة. السنيك لاحظوا كيف قطع، حلوة كتير يا علي. مع العرقجي علي، هو اللي عم يدافع على وائل. وائل بياخذ التسديدة، مش معقول الرهيب. بده يمرر علي، بيعطي دوين جاكسون على اللوبوس. دوين جاكسون بيعمل موف، بيلعب على اللوبوس بشكل ممتاز. دوين جاكسون اوفرز اكثر من فريق الحكمه، لكن البيروت عم يعوض بالريباونس، عم يعوض بالبرسنتج، وهيدي وحده منهم. برسنتج عالي جدا عم يسددوا فيه بهالمباراه. عايزين 22 نقطه بهالوقت. بوبو كمان، بوبو عم يخترق، عم يطلع الطابة لبرا عند عزيز عبد المسيح. الطابة عم تبرم. اوبن شوت للمزهر، خطاي للمزهر، دقت بالبورد وضربها اللاعب التونسي. 8 نقاط لعزيز، 7 تمريرات حاسمة للمزهر. تحت السهل. اي لاف ذيس جيم. شو هيدا يا ماجري؟ كريستوفر بيعمل السكرين، كريستوف خليل بيطلع الطابة لبرا، وهون في خطأ وسلة محتسبة. حلوة كتير يا عزيز، حلوة كتير يا عزيز. رح ترجع تشوفه بالريبلاي بأي طريقة اخترق عزيز. شوفوا كيف اخترق، أخذ الفاول كملها على السلة، وهيدا الشيء لازم دايما يعمل فيه. هون سويتش كريستوف، هو صار عم يدافع على العرقجي. هايك بيعمل فيك، هايك بحاول يمرر. قد ايه ذكية تمريرتك يا هايك. علي مزهر عم يلعبوا أصلا زون ديفنس. 2-3 نديم بمرر لرودريغ، ميد رينج شوت ما بتنجح. المحاولة الريباوند لمين؟ اي لاف ذيس جيم. لا يا تشيو، لا يا جيرار، لا يا حديديو. بأي طريقة عم يستعرض جيرار حديديو. لازم هذا شو عمل؟ أخذ الطابة. شو هالديتون، قد إيه إكسبلوزيف هاللاعب. دوين لعلي مزهر، فيك علي مزهر بيخترق بمرر. حلوة كتير الأسيست، حلوة كتير الأسيست. بسجل البيتار نقطة العاشرة. شوفوا بالإعادة، أوف شو حلوة رسمها. فقدوا تركيزهم، دقيقتين متبقية لنهاية الجيم. 75-54. وائل عرقجي باسكت إلا العرقجي، بسجل مع الفاول. هيدا الشيء يصير. إذا مشاهدينا، بيروت عم يتقدم بالسري 1-0 على حساب فريق الحكمة، بفوزه بنتيجة 83-57. أداء كبير لفريق بيروت بهالمباراة على حساب النادي الأخضر.